السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فرحان عطية. إن شاء الله بإذن الله نتكلم النهاردة عن درس من دروس الفوناتكس الصوتيات. إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن النهاردة على طبعا the close back vowels are طبعا the lips are الشفايف بتكون closely round، بتكون مغلقة بشدة في التو ساوندز دول، الصوتين دول. the vowel is back، بيكون back مرتفع، and further وبيكون high، further بيكون high back و high في الخلف، and further وأكثر ارتفاعا، further high بيكون مرتفع أكثر، and the mouth في الفم than عن the vowel. طبعا احنا ممكن نقرب شوية العملية بتاعت الحرفين دولت. مثلا عندنا مثلا اتنين او ورا بعض، ممكن نعمل زي كلمة فول، مثلا يو وبعدها اي زي كلمة سوت، او وبعدها ايه زي كلمة كلهم كده في اليوليا الايه طويلة او القصيرة اللونج او. طب الشورت زي كلمة بوت، ممكن يقولوا عندها كده زي كلمة بوت، زي كلمة شد وبعدها ايه لوك من او اوقات زي كلمة لوك. يعني ده انا بحاول التبسيط بس مش اكتر، فهو ملهاش قاعدة ثابتة. حسب الكلمة احنا بندور عليها في الديكشنري القاموس وبنشوف الناتيف سبيكر بينطقها ازاي. عندك اول كلمة هنا كونسيوم، كلمة during we'll see طيب كلمة natural وبكده النهاردة إن شاء الله نكون خلصنا درسنا. متنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.